الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو اليوم من أولويات الأجندة على مستوى كل حكومة العالم وحديث على مستوى كل المنظمات الدولية، لأننا نؤمن اليوم أن المجتمع المدني هدفه ليس فقط اجتماعي بل هو هدف أيضا اقتصادي، ويمكن لكل هذه الجمعيات أن يكون لها دور كبير في تحريك عجلة التنمية وفي إنشاء مناصب شغل وفي خلق الثروة. كما نؤمن أن أيضا المجتمع المدني له أيضا إمكانية نشر ثقافة المقاولاتية والمبادرة الفردية. في أغلب الأحيان الناس اللي عندهم القابلية أنهم ينخرطوا في العمل الجماعي هم لديهم أيضا القابلية أنهم ينخرطوا في المقاولاتية، لأنه في آخر المطاف المقاولاتية ما هي إلا شكل من المبادرة الفردية. وكان لدينا تعاون مع العديد من الجمعيات على المستوى الوطني،